الحمد لله هذا النهار جديد في حياتنا، هذا النهار عيد في حياتنا، هذا النهار ما غاديش تنسى لحقاش فيه رجعت بنتي من الضياع اللي كانت فيه. الحمد لله رجعت بخير وعلى خير. ملي دخلت لنا بيتنا راه ما غاديش هذاك الاحساس ما غاديش توصف. كنا كنتسناو نمشيو نجيبوها، حنا قلنا راه بنتكم في واحد البلاصه ولا في واحد البلاصه غنمشيو نجيبوها. مي كتدخل عليك راه صدمه، راه ما ساهلاش، راه كيف ما خرجت تقول هي دخلت عليا، راه واحد الفرحه ما كتوصفش ما كتوصفش. الحمد لله بنتك دخلات وتواجهوا البوليس والدوله. الحمد لله ملي جات البنيه اتصلنا بالشرطه، قلنا لهم راه الدريه راه جات السيده من بعد الضغط ديالهم اللي ضغطوا عليها وعرفوها فين كاينه، عرفات راسها قريبه، صافي قريبه يوصلوا ليها، جات حطاتها في هنا قريب للدار. البنيه عارفه الطريق، حطاتها حدا واحد الراود كانت كتقرا فيه، عارفه الطريق، جات دخلت للدار بوحديتها حتى دخلت علينا الحمد لله. جاو البوليس، مشينا للولايه، داروا المحضر، داروا الاجراءات ديالهم كامله على اكمل وجه، مشينا للوبيطال، خدينا قلبناها الحمد لله بصحه جيده، غير هي شويه النفسيه ديالها اللي شويه مديره، مي الحمد لله صحتها كلها بخير وعلى خير. هذا هو هضرات معايا، قالت لي بلي راه السيده خداتها من قدام الباب، داتها لمراكش، داتها جامع الفنا، دارت لها ملي كانت بغات تجيبها دارت لها شويه الحنه، ولكن هادشي ما كيهمش. كنتمنى من هاد الدائره تنقارض، ما تبقاش لحقاش الوالدين فريمون كيتعذبوني، لحقاش حنا هاد السيمانه دازت عندنا في حال شي عام، شي عام ديال العذاب في هاد السيمانه اللي دازت. شنو الشعور ديالك حيت كنتي ما شفتهاش، غير دازت من قدامي، مي ما شفتهاش، ما تواجهتش انا وياها، ما شفتهاش من حسن الحظ ما شفتهاش. كان الرساله ديالك للناس رسالتي للناس اللي وقفوا معايا، كنشكرهم بزاف، كنشكر اي واحد وقف معايا من بعيد ولا من قريب، كنشكر اي انسان غير دوز، غير هذاك الانسان اللي دوز وشاف بنتي وقال يا ربي ترجع لوالديها، كنشكر كل واحد، الناس الامن، الناس الصحافه، الناس المدينه القديمه، الجيران ديالي، الناس اللي جاوا عندي فرحوني، قالوا لي راه كيعطوني واحد البسمه ديال الامل، تيقولوا لي راه بنتك راه حنا ما تخافيش راه غادا تجي بنتك، راه هي راه جاتنا معلومه بلي راه شافوها الناس هنا، راه هي كاينه هنايا. كنشكرهم.